أين تنشر؟ الآن وقد نشرت البودكاست الخاص بك، حان الوقت للتأكد من قدرة الناس على الاستماع له. يعتبر تطبيقا أبلز بودكاست وآي تيونز من الأماكن المهمة التي عليك التأكد أن البودكاست الخاص بك متاح عليها، في حين أن الأمر قد يبدو شاقا في البداية، إلا أنه في الحقيقة بسيط جدا. ومن المثير للدهشة أن أبل تستجيب بسرعة كبيرة لطلباتك. اضغط على هذا الرابط itunesconnect.apple.com/login وسجل دخولك مستخدما حساب أبل الخاص بك. إن لم يكن لديك حساب، اتبع هذا الرابط لإنشاء حساب جديد. بمجرد تسجيل دخولك ستجد علامة زائد زرقاء في أعلى الزاوية اليسرى، انقر عليها وستظهر لك نافذة تسأل عن تغذية RSS للبودكاست الخاص بك. انسخها من ساوند كلاود وألصقها، وانقر على التحقق من الصحة. بعد التحقق من صحتها يمكنك إرسال البرنامج للمراجعة. ستتلقى رسالة إلكترونية من أبل توضح العملية وأن الرد سيستغرق بضعة أيام. بحسب تجربتي لم أتلقى بريدا إلكترونيا يؤكد قبول البودكاست، ولكن بعد بضعة أيام تلقيت مفاجأة سارة عندما ظهر على آي تيونز. كانت إحدى الخدع التي تعلمناها هي إعداد البودكاست وإرسال حلقة تشويقية قصيرة للحصول على موقع ضمن آي تيونز وجميع الأماكن الأخرى، أي عندما تنشر الحلقة الأولى فإنك ستكون موجودا على جميع المواقع الرئيسية. من المواقع الأخرى التي عليك إرسال البودكاست لها جوجل بلاي، تيون إن، وستيتشر. يقوم كل من أوفركاست وبوكيت كاست وداون كاست وإي كاست تلقائيا بإدراج البرنامج الخاص بك بمجرد قبوله من قبل شركة أبل. يمكن أن يكون تيون إن مهما نظرا لأن ملكيته تعود لأمازون، وبالتالي سيصبح البودكاست الخاص بك متاحا على أليكسا من خلال أمازون إيكو. قد تكون هناك مواقع أخرى يجب عليك إرسال برنامجك إليها، ويتوقف ذلك على جمهورك.